ما هو الفرق بين الباراليزم والكونكرنسي؟ هنا هنتكلم عن الباراليزم اللي هو ان السيستم يقدر يعمل بيرفورم لمور ذان وان تاسك سيمالتينسلي في نفس الوقت، يعني انت تقدر تعمل كم حاجة في نفس الوقت من برا ده الباراليزم. الكونكرنسي بتدعم انك اكتر من تاسك تشتغل او تقدر تعمل making progress، تكون شغالة لكن ما هي شغالة بالضبط في نفس الوقت، وانما مثلا لو انا كنت شغال على single processor ما حيكون في parallelism وانما حيكون في concurrency. فالبروسيسور بيكون عندي كم تاسك، هنا تاسك واحدة هنا وهنا تاسك تانية، فالتو تاسك دي الاتنين في نفس الوقت ما بيشتغلوا من برا دي الكونكرنسي، وإنما بتكون في واحدة شغالة جوا السي بي يو، ولأي سبب يعني إذا كانت توقفت لأي سبب فالمجدول السكيدولر بيعمل شنو، بيطلعها وبيدخل التانية، فبيعمل سويتشنج بين البروسيسز وبين الثريدز عشان يخليها تبدو كأنها شغالة ان بارلل، يعني بيستفيد استفادة قصوى من السي بي يو ده الكونكرنسي. لو كان عندك مالتيبل كور برضو بحاول الكونكرنسي انه يكون شنو، يكون الشغل اسرع ما يمكن، فالمجدول بيوفر الكونكرنسي هنا بالنسبة لفكرة الكونكرنسي. الصورة دي بتوضح اكتر اللي هو لو انا عندي سنجل كور وعايز اشتغل كونكرنسي ما بخلي تاسك واحدة تكون جوا البروسيسور طول الوقت شغالة، وانما بديها زمن بطلعها بدخل التاسك الثانية، بديها زمن برضو تشتغل جوا السي بي يو، الزمن حقها يعني بديها زمن محدد، انتهى الزمن مثلا نفترض اني مديهم 20 ملي سكند، تاسك وان بتاخد 20 ملي سكند جوا السي بي يو بتطلع، تجي تاسك تو بتاخد 20 ملي سكند جوا السي بي يو تطلع، طبعا اللي طلع المجدول بتجيب بعدها تاسك 3 بديها فرصة 20 ثانية او 20 ملي سكند، خلصت بيجي تاسك 4 اشتغل برضو زمن، ده اذا كان المجدول عايز يقسم الزمن بين الفور تاسك دي في سنجل كور بروسيسور، فيدي كل واحدة زمن ويطلعها ويدخل اللي بعدها لحد ما يخلصوا، ده بنسميه كونكرنسي، لكن هو اصلا ما في باراليزم وانما في تاسك واحدة في اللحظة الواحدة في السي بي يو. اما فكرة الباراليزم بكون مثلا لو كان عندي تو كور زي الشكل ده، عندي كور 1 بتشتغل فيه تاسك 1، لاحظ هنا في كور 2 بتشتغل تاسك 2 في نفس الوقت، اما هنا تاسك 1 وتاسك 2 ورا بعض في الكونكرنسي، هنا في باراليزم حقيقي اللي هو تو كور، تاسك 1 بتشتغل في كور، تاسك 2 بتشتغل في كور. ممكن كور 1 يكون فيه كونكرنسي اللي هو ياخد زمن لتاسك 1 تطلع تدخل تاسك 3، وهنا برضو يكون في كونكرنسي في كور 2 تطلع تاسك 2 تدخل تاسك 4، ف التو كور شغالة ان بارلل وجوا كل كور ممكن يكون في كونكرنسي، وبالتالي بكون شنو كل مرة تطلع تاسك في تو تاسك بيتبادل الشغل في كور 1 استخدم في استخدام كور 1، وتو تاسك بيستخدم شنو كور 2 مع بعض. ده الفرق بين الكونكرنسي والباراليزم. ايضا الباراليزم عنده نوعين رئيسيات، نوع اسمه الداتا باراليزم ونوع اسمه التاسك باراليزم. تاسك باراليزم يعني مهام تشتغل من برا، الداتا باراليزم زي ما هنشوف اللي هو بيكون عندي داتا ممكن اقسمها بين مالتيبل كور، بيكون عندي وان تاسك او سيم تاسك، تاسك واحده لكن بتشتغل في كذا كور نفس التاسك لكن على داتا مختلفة. مثلا افترض انا عندي داتا فيها اعداد عايز اطلع البرايم نمبرز من الاعداد، يبقى التاسك هي استخراج الاعداد الاولية من مجموعة الاعداد الضخمة دي، فاقوم اقسم جزء، اشيل الجزء الاول من الاعداد وادخله على كور 1، في كور 1 بتكون شغالة التاسك اللي هي استخراج الأعداد الأولية من وين، من الرينج ده من الجزء ده، ونفس التاسك اللي هي استخراج الأعداد الأولية بيكون عندي نسخة منها في كور 2 وبتشيل جزء من الداتا تاني، الداتا دي هتشتغل على كور 2
على نفس التاسك اللي هي استخراج الأعداد الأولية، لكن في رينج مختلف، يعني داتا تانية غير الداتا الأولى. برضو أشيل الجزء الثالث من الداتا أدخله على كور 3، وفي كور 3 نفس التاسك اللي هي شغالة استخراج الأعداد الأولية لكن شنو على رينج مختلف، وفي كور 4 برضو يكون عندي تاسك نفسها لاستخراج الأعداد الأولية لكن لداتا مختلفة على دي. فدي الداتا باراليزم. بالنسبة للتاسك باراليزم ممكن يكون عندي، إذا كان عندي 4 كورس سي بي يو فيه 4 كورس، فبيكون كل كور ممكن يشتغل شغل مختلف. ممكن الكور ده بيكون فيه تاسك تعمل سورتنج للأعداد، وفي الكور ده في تاسك تاني بتستخرج الأعداد الأولية، وفي كور تاني في واحدة تطلع الأعداد الزوجية، وفي كور تاني في تاسك تال رابعة بتعمل شنو حاجة مختلفة. فبكون عندي 4 تاسك مختلفة على different data أو على same data ما مشكلة، ويكونوا شغالين in parallel. ده اسمه التاسك باراليزم.